السلام عليكم، عثمان حرضان، مسير من المسيرين اللي كيشتغلوا في المحل ولا المخبزة مون كوتيديا. مرحبا بكم اليوم عندنا في هاد لا بروموسيون اللي درنا باش نعرفوا بالمحل ديالنا ولا المحلات ديالنا، خصوصا هذا اللي في المسيره. هاد البروموسيون كتشمل واحد العرض ديال عشاء لاربعه الناس ب 199 درهم 199 درهم. هاد العشاء كيكون متكامل لي زونطري لي بلا لي ديسير. وهاد القضيه اللي درنا هي كما كنقولوا تقريب الجوده من الزبناء ديالنا، واحد الثمن اللي هو كيخليهم يجيو ويكتشفوا لا كاليتي ديال المخبزه ولا الاكل ديالنا. والحمد لله هذا العرض لقى واحد الاقبال كبير من الزبناء. كما كتشوفوا راه لا صال الي كومبليت، والحمد لله عندنا دي ريزرفاسيون اون اتونت. دونك هذا العرض غادي يستمر ان شاء الله السبت الجاي، وغادي يكونوا مفاجات اخرى، وغادي نكونوا ضيوف اخرين ان شاء الله. الحمد لله هذا رمضان هذا بفضل القيود اللي تحيدات، وكنلاحظوا واحد الجو اللي هو مغاير الاجواء ديال العام اللي فات ولا العام اللي قبله. كاين واحد الاقبال شويه زايد، وهذا كيبشر بالخير ان شاء الله. وكنقول لك راه بان راه كاين الخير، وراه الزبناء جاو وراه كيزيو كيتزادوا نهار على نهار الحمد لله، وكنستبشروا بالخير ان شاء الله. دونك حنا فرحانين بهاد الاجواء اللي كاينه، وبهاد الزبناء اللي جاو وتقداو ومازال كيجيو وكيكتشفونا. وكنقول لك راه الحمد لله. ومن ضمن المفاجآت اللي غيكونوا العروض اللي غيكونوا ان شاء الله، غيكون عندنا واحد الاسبوع غنقترحوا فيه الخبز بواحد الثمن اللي هو ثمن رمزي، باش نقربوا الزبناء ديالنا ونزيدوا نعرفوهم على الخبز ديالنا. الثمن غادي يكون ان شاء الله هو 50 سنتيم 10 دريال. كنعاود نقولها 10 دريال. اسبوع راه غادي نعلنوا عليه ان شاء الله. دونك وجدوا راسكم باش تجيو تقداو الخبز، وجدوا باش تذوقوا احسن خبز كاين في مدينه مراكش ولا كاين على الصعيد الوطني ان شاء الله. بالنسبه للعروض اللي كنقترحوها واللي كتقترحها المخبزات مون كوتيديان، فهي بشكل حصري في المخبزه المتواجده بالمسيره قرب كوسموس. غادي تلقاو النعت في متجر في قناه متجر ليلى ولا في اخر الفيديو ان شاء الله. دونك هذه العروض راه كتهم حصريا المحل ديال المسيره. بالنسبه للاجواء صراحه الله شيقه وغزاله بزاف، ماشي شويه، ولا كونتيتي اللي داروا للناس يعني ماشي ديال ربعه الناس فريمون. وحتى هذا حتى نقول جودة الأكل والمذاق وداكشي صراحة غزال كلشي. وهذا ماشي الرأي ديالي أنا بوحدي، ديال بزاف الناس، وعرفتي العيالات اللي عطاو الرأي الماكلة راه مابقى تهضر مابقى كلام، هادشي اللي كاين. بالنسبة أنا كليانة ديالهم قبل ما يكون لابيب صراحة ديالهم، وعندهم ما اسمهم وعندهم لاباس ديال الكليونت اللي عندهم صراحة زوين وفي المستوى، ونتمنوا لهم التوفيق إن شاء الله بحول الله. بالنسبة اللي بتجرب مرحبا بهم، اللي ما عمرهم ما جاو يجيو مرحبا بهم. احنا كي تنقولوا كنعطيو وجهنا اكثر ما كنعطيو كثر المعلومه، يعني ما نقدروش حنا نشكروا واحد الحاجه اللي ماشي في المستوى فريمون في المستوى، وفريمون كتستحق الاستمراريه والتألق ان شاء الله. Yeah.
والله هذاك الشيء زوين، الاجواء زوينه، بالنسبه للعشاء كان ممتاز، ما انتظرناش كاع هذا الشيء صراحه، ولكن ذاك الشيء تبارك الله في القمه وبروفيسيونيل وتبارك الله على مون كوتيديان، مي بالاجواء لو سيرفيس الماكله كل شيء تبارك الله عليهم، الله يعطيكم الصحه، تبارك الله هذاك الشيء غزال ما عندي ما نقول. الكلمه انا غادي نقول الناس يجيو راه داك الشيء غزال تبارك الله، لا بالنسبه لهاد الصواريه ولا من غير الصواريه داك الشيء ديالهم تبارك الله، راه حنا كنتقداو من عندهم من غير رمضان تبارك الله، داك الشيء غزال ولي سيرفيس ولا كاليتي، هذا هو المهم والجوده، تبارك الله عليكم. شكرا. السلام عليكم احلى متتبعين، واش اخباركم؟ كل شيء مزيان، رمضان مبارك سعيد اللي يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا. وتحيه لكاع الناس اللي تقوا فينا من المتتبعين وجاو اليوم لهذا الحفل او لهذا العشاء اللي موجدوا لنا مون كوتيديان بواحد الثمن اللي رمزي بزاف صراحه، الناس عجبهم الحال وحتى مون كوتيديان كان في المستوى الحمد لله، وما حشمناش مع المتتبعين. وبغيت نقول للناس اللي اتصلوا ولقاو تبارك الله الطبالي عمرو في اقل من 24 ساعه، ديك الليله عمرو كاع الطبالي 50 طبله، السبت الجاي ان شاء الله ليله النص موجد لكم مون كوتيديان مفاجاه زوينه بحال هكا نيت، وغيكونوا ان شاء الله بزاف تاع المفاجات، كونوا في الموعد الناس اللي بغاو يستافدوا، والناس اللي استافدوا ما تنساوش تخليو لنا اكيد تعليق كيف جاوكم الاجواء وشكرا. اليوم جينا مع مجموعه ديال الاصدقاء باش نحضروا هذا العشاء هذا الرائع صراحه مون كوتيديان، ما عندنا ما نقولوا، كنت صراحه ديما تنقول نجي لهذه ديال المسيره لان كليان ديال مون كوتيديان، وفاش قلت لصحابي بانه كاين هذه الوجبه ديال العشاء بواحد الثمن اللي هو رائع ما تردوش، وبزاف ديال الاصدقاء اللي كانوا بغاو يجيو ولكن للاسف كانوا البلايص كانوا عمرو، وتنقول لهم تبارك الله عليكم صراحه كان هذا الشيء رائع، لا من حيث النشيط لا من حيث البنه ديال الماكله، واستمروا في هذه الطريقه هذه، وان شاء الله نكونوا دائما زبناء مون كوتيديان، تبارك الله عليكم. الحمد لله هذا العرض هذا لقى واحد التفاعل كبير، اللهم لك الحمد، هذا بفضل الله عز وجل وبالسهر ديال العاملين والعمال ديال مخبزة مون كوتيديان. كنشكروا الصحافه اللي حضرت اليوم، وكنشكروا الطاقم ديال متجر ليلى، وكنشكروا كل الناس اللي تعاونوا معنا بما فيهم الناس اللي الجيران ديال هذه المنطقه المسيره، والزبناء اللي جاوا وحضروا وكانوا في المستوى الحمد لله، ومرحبا بكم وسعه مبروكه هذه كما تنقولوا بمراكشيه، سعه مبروكه.